شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حفل تخريج الدفعة 13 من المرشحين الضباط الجامعيين من برنامجي الدبلوم العالي في القانون والعلوم الشرطية والدبلوم في العلوم الجنائية والشرطية والدفعتين الأولى والثانية من برنامج الدبلوم المشارك في العلوم الشرطية والجنائية التابعين لطيران الشرطة. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الملكية للشرطة سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والعميد فواز الحسن آمر الأكاديمية، وقد بدأ الطابور بعصف سلام الفريق. الأكاديمية الملكية للشرطة سلام. قف. جنب سلاح. استاذ معاليكم تفكر طابور الخريجين سيد. مجموعة العلم مع تدري وبدأت بعد ذلك مراسم حفل تخرج على مسرح الأكاديمية. وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله على رعايته الكريمة لرجال الشرطة وتعزيز دورهم في حفظ أمن الوطن، معبرا عن اعتزازه بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مما ساهم في المحافظة على الكفاءة والجاهزية وتحقيق نقلة نوعية في الأداء والتميز في تقديم الخدمات الأمنية. وأكد معالي الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري محور رئيسي في مسيرة التطوير والتحديث لمواجهة التحديات والتعامل بكفاءة وجاهزية مع المتغيرات الأمنية والتحديات المتزايدة، منوها إلى أهمية المضي قدما في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطور في العمل الأمني بما يلبي الحاجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الأمني.
وأشار معالي وزير الداخلية إلى أن التدريب يبقى على سلم الأولويات في الوزارة، مضيفا أن المسؤولية الأمنية تقتضي الالتزام بالقانون والتمسك بالانضباط والتحلي بالنزاهة وتحمل المسؤولية. جدير بالذكر أن عددا من الخريجين تم ابتعاثهم إلى جامعات عربية وأمريكية وأوروبية مرموقة، حيث درسوا عددا من التخصصات للمهنة منها الأمن السيبراني وهندسة الإطفاء والسلامة، علم الجريمة، الأدلة الجنائية، الموارد البشرية، إدارة الأزمات، هندسة صيانة الطائرات، الطيران العمودي. وفي سياق متصل، ألقى آمر الأكاديمية الملكية للشرطة كلمة أكد فيها أن الأكاديمية قامت بتطوير وتحديث برامجها التدريبية لتنمية مهارات وصقل قدرات الدارسين والمتدربين بها من خلال تصميم وتطبيق برامج تدريبية وفقا للمواصفات القياسية العالمية، منوها إلى أنه سعيا نحو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، قامت الأكاديمية بتعميق مدارك الدارسين والمتدربين في مجالات التعامل مع وسائل التكنولوجيا للمعلومات الحديثة على نحو يضمن خلق كفاءات بشرية وطنية قادرة على الدفاع عن أمن الوطن وحماية مسيرته التنموية، ووضع سياسات واستراتيجيات أمنية تركز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ. وخاطب الخريجين بالقول: لكم منا القدوة والخبرة، ولنا عليكم العزم والإصرار على أداء الواجب، لكم منا الرعاية والتوجيه، ولنا عليكم الالتزام والانضباط. وتلك ملحمة تفاعل الأجيال التي تجسد أروع معاني التواصل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية. بعد ذلك أدى الخريجون القسم، ثم تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم الأوائل مهنئا الخريجين باجتياز متطلبات التخرج بنجاح وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، معربا عن شكره لذويهم على حرصهم وتشجيعهم، مثمنا دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج العلمية والتدريبية لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية، متمنيا معاليه للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.